الحلوه دي. طبعا انا هقول لك على حاجه. اولا دي شنطه من الشنط كانت زمان موجوده مكرميه، صح؟ دي غرزه مكرميه. دي غرزه دي كانت المعلقات اللي بيعملوها، اللي هي المرايه ويحطوها فيها حاجه كده، بيحطوا عليها المشط والتسريحه يعني. المكرميه دي بتتعمل منها حاجات كتيره جدا، بتتعمل منها كمان طبلوهات ومعلقات ومرايات، بتتعمل منها حاجات ومراجيح ومش عارف. رخيصه، بيبقى الخيط رخيص وبياخد وقت اقل، اقل من الكروشيه. هي الخيط مش رخيص. الغرزه هي اللي كويسه، بس بتاخد مجهود عشان واسعه. ف لا، عشان انا بالنسبه لي، انا بتكلم عن نفسي انا. انا بالنسبه لي لما هتعلق كده هيعمل لي مجهود في يعني. انما غيري غيري مثلا واقف على رجله وبيشتغل. لكن انا محتاجه استند قدامي كده، بيبقى بطريقه معينه عشان اعرف اشتغل المكرميه. المكرميه عملتيها بعد الكروشيه؟ بعد الكروشيه طبعا. اتعلمتيها في مرحله ثانيه؟ لسه السنه دي مدخله الكروشيه، اللي قصدي المكرميه. مكرميه هدي ده، ومدخله كمان معاها ده طبعا. انت بتشتركي في المعارض بتاعت ديارنا اللي بتتعمل في الساحل دي؟ بشترك الاول في المعارض بتاعت القاهره، سواء في اي مول بيعملوه، وبعدين بروح في الصيف معاهم في الساحل. دي بقى تشتغل في الساحل كويس طبعا. صيفي ايه؟ صيفي خالص. ده طبعا زي برضه ده قماش زي مفرش مفرش ابو العروسه. مفرش ابو العروسه ورا عبد الحميد وعايده. شبه الحكايه، شبه الحكايه دي. ايه ده بقى، عملتيه امتى؟ ده مفرش سرير. ناس كتير على فكره بتسال عليه، يعني بتسال، فهو اللي بيسالوا على مفرش ابو العروسه. اكيد في اكتر من حد بيعمله، بس انت عاملاه باتقان والله شديد. الحمد لله. ده يبقى ينفع ايه بقى؟ مفرش ده سرير. ده مفرش سرير كبير. وايه ممكن تحط على سفره؟ ممكن لو حد حابب يحطه على السفره. ممكن حد لو حد في الشتاء مثلا يتغطى بيه على الكنبه، لان هو تقيل وغرزته ضيقه شويه، فبيبقى تقيل. لكن ده بيتعمل ايه، قطعه قطعه كده وبعدين بتعمل قطعه قطعه، وبعدين بعد ما تخلص القطع، العدد القطع، لان احنا بنقيس القطعه دي قد ايه، بنبقى عايزين نعرف السرير قد ايه قد ايه مثلا، طول عشان طول تشتغل عليه. عشان تشتغل عليه. المربع مثلا 15 سنتي، بنقسم ال 15 على عرض السرير او عرض الحاجه اللي هنفرشها عليه، عشان نعرف هنعمل كام مربع. كام حد اشتغل في ده؟ ثلاثة. واخد وقت قد ايه؟ مثلا ده ممكن ياخد منهم شهر. طب ده كان في كام؟ ده متر و90 في مترين و35. بتبيعيه بكام؟ تقريبا باربعة. باربعة. طيب الزبون بيفاصل. طيب كنت بتوري لي حاجة، معلش أنا قلت بس ندخل على مفرش أبو العروسة عشان الناس كتيرة بتسألني عليه الحقيقة. عندنا دي شنط. ده برضو دي إيه؟ دي شنطة. دي لا ده خيطم. ولا كروشيه؟ لا كروشيه. كروشيه. دي برضو شنطة كده. حلوه قوي. الوان الالوان عندك مميزه جدا، تحبي الالوان. انا بحب الالوان، لان من زمان كنت بشتغل مع اطفال. كل حاجتهم بقى ايه، الوان حلوه. عايزه الوان وبتاع. تعمل حاجه للاطفال؟ بعمل لهم شنط بقى في الـ لازم نعمل حاجات للاطفال. دي الحاجه الوحيده اللي بعملها للاطفال، اللي هي الشنطه الظهر. بيروحوا بيها اصغر شويه، وبتبقى ساده. ودي الخشب ده بتجيبيه منين؟ ده بامبو. ده بامبو. بتجيبيه من المحل؟ من محل برضو الخيوط. محلات بيساعدوكي فيه برضو؟ بيجيبوه لي. دي انت بقى، دي حد واحد بقى اللي يقعد يعمل؟ دي واحده بس. لازم انت في ناس فاتحه بيوت من باب الرزق ده. معاكي كام حد ومين هم؟ يعني انا بدات الاول الناس تبقى معايا لما دخلت اول مره معرض ديارنا. تمام. حسيت ان المنتجات بتاعتي قليله، حاجه كده صغننه. رايحه بقى بحاجات قليله مش كتير. رايحه مثلا بخمس سجادات وتلات اربع شنط وبوف واحد ومثلا باسكتين. كنت بعمل باسكت زباله، باسكت من دي. فاكره بقى ان انت عامله؟ فاكره ان انا عامله اللي ما حصلش بقى. رحت لقيت الناس معاها بارتيشن كامل. انا كانوا مديني حته صغننه كده على قد يعني. فقلت لا، بدات من هنا بقى. لازم يبقى معايا حد في يشتغل معايا. كانوا معايا الاول بنتين بيساعدوني مثلا يعملوا المربعات دي. اللي هي المربعات اللي احنا دي او السجاد ده مثلا. دربتيهم ولا هم جايين متدربين؟ لا، ما انا الاول لو البنات كبيره بتبقى عارفه، لكن لو فهم. صغيرين لا بقى. شغلك فاهمه طريقتك؟ لا، ما مش فاهمه طريقتي. انا بعلمها طريقتي الاول، طريقه التقفيل، الفينش بتاع الحاجه لازم يبقى نظيف، ما يبقاش فيه يعني ما فيش حاجه هنا مثلا باينه، ده ظهره ولا وشه. اكتر حاجه بتتباع عندك ايه؟
الشنط. الشنط اكتر حاجه. السجاد كان الاول حلو انما دلوقتي الشنط هي اللي الشنط على اعتبار مميزه بتعمل بعمل حاجات احنا قلنا سعر دي كام؟ دي 300. 300 قبل الفصال. قبل الفصال. ودي 200. 200. طب هات لنا بقى الباسكتات اللي جنبك دي. دي بتتعمل بيها حاجات دي باسكتات بقى تتحط في على التسريحه في الحمام. تحط فيها الحاجات بتلم كراكيب زي ما بيقولوا يعني قدام التلفزيون. قدام التلفزيون بتحط الريموتات والموبايلات. تمام. والحاجات دي. طب الثلاثه دول اللي بيتباعوا طقم على بعض على بعض بكام ده؟ 200. 200 قبل الفصال برضه. قبل الفصال. تعالى بس وفاصل. تعالى وفاصل وناخد دي. دي قماش. دي قماش. ده ايه بقى؟ دك. الدك. الدك ده خام. انت مش لعبه فيه. مش لا خالص. مش عامله فيه. لا خام. هو بيجي خام زي ده. خام برضو كده زي ما هو. مترو بكام ده؟ تقريبا ده مترو 30 جنيه. شنطة بسيطة وعملية كام دي؟ برضو بمتين. بمتين قبل الفصال. طيب بنعمل ايه تاني؟ عندنا ايه تاني بقى؟ عندنا الشنط. عندنا الشنط اللي عندنا يعني. كمان دول ايه؟ ده شال. شال. ها شال حريمي. شال وممكن ينفع حاجات. ما هو ميزة ممكن تحطه على على الكنبة كمان. طيب وعندنا شنط ورا اهي برضو. هنا حاجات لطيفة هجيب منهم حاجة. تجيب الاتنين اهوت برضو عشان تعرفوا الأسعار. دي جميلة جدا. و دي بقى ليها ايه الخام دي؟ بس ده خيط ايه؟ ده خيط مكرمية. خيط مكرمية. وده خيط مكرمية برضو. ده خيط مكرمية بس هي الغرزة هنا ضيقة فحاسس ان هي الفتلة خشنة شوية. ممكن الشنطة دي بقى بتتفتح كده لو انت معاك حاجات كتير. بتتفتح كده وتتلبس كده. جميل. تبقى شكلين كتير. يعني انت الماركه بتاعتك اسمها ايه؟ فاطمه هاند كرافت. دي من الاصل ولا كنت مغيراها قبل كده؟ لا كانت مشغولات فاطمه بس ده عملتها انجلش يعني عشان عشان ايه؟ نبيع بره بقى. تلاقي بره. حلو. ودي شنطه برضو تانيه بايد بامبو. بتتبطن دي عشان دي فيها فتحات كتير. حلو جدا. فلازم تتبطن يعني. عندنا القميشه بتاعتنا زي قميشه اخنين دي. معرفش اشتغلت عليها ولا. ما انا بقول لحضرتك اشتغلت على الشال الساده. بجيبه واشتغل عليه وردات او مثلثات مربعات حسب الشكل يعني. تحوليه بقى يعني. احوله بقى لحاجه ثانيه. تحوليه لحاجه ثانيه. ممكن من الظهر بقى. ممكن من الظهر برضو. ممكن من الطرفين من هنا ومن هنا. حسب الشرشوبه بتاعته حلوه وجميل بسيبها زي ما هي. الشرشوبه طبعا. بتاعته مش قوي فبعمل لها شرشوبه ثانيه. لا ما هم حلو. بيعملوا حلو قوي. ممكن ازود لها شراشيب ثانيه. مين بقى بيساعدك؟ بنتك بتساعدك ولا مكبره دماغها؟ لا فيروز بتساعدني. بتساعد. فيروز. طيب فيروز جميله.